600 ناخب إلى مراكز التصويت في مقاطعة الطويلة للإدلاء بأصواتهم في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية. المزيد من التفاصيل عن سير عملية الاقتراع في مدينة الطويلة نتعرف عليه في سياق التقرير الآتي. مع ساعات الصباح الأولى بدأت عمليات الاقتراع في مكاتب التصويت بمقاطعة الطويل، حيث يتنافس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم وحزب نداء الوطن على المقعد النيابي للمقاطعة التي تضم 31 مكتبا سيصوت فيها ما يزيد على 16,000 شخص، وسنحاول أن نطلع على المزيد من المعلومات حول سير العملية مع ممثلي اللجنة المستقلة للانتخابات على مستوى مقاطعة الطويل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نختاركم تحدثون عن سير العملية هون والظروف اللي ماشية فيها، وشماس إلى ظرف كانكم لاحظتوا الشيء، ومن دراية كان اللجنة وفرت جميع الظروف المناسبة لسير العملية من دون أن تخلق فم اختلالات. إذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرماز محمد منسق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى مقاطعة الطويل. بادئ ذي بدء أشكر التلفزة الوطنية على إتاحة هذه الفرصة، وأشكركم كذلك على تجشمكم عناء الحضور معنا في هذا اليوم التاريخي. نحن ولله الحمد قمنا بالإعداد الجيد والمحكم لهذه العملية، وكان لدينا الوقت الكافي والوسائل اللازمة لذلك، والحمد لله كما ترون وكما شاهدتم انطلقت العملية في ظروف جيدة في على مستوى المقاطعة ككل، موجودين جميع المكاتب سيني وممثلي الطرفين المتنافسين. العملية كما قلنا انطلقت في ظروف جيدة ولم نسجل أي ملاحظات، الحمد لله. شكرا جزيلا. إذا لدينا أربع بلديات تتنافس فيها هاتان اللائحتان كما أسلفت على المقعد النيابي للمقاطعة، وستتواصل عمليات الاقتراع، حيث تشاهدون في الصورة خلفي مستوى الإقبال على المكاتب هنا كبير جدا والطوابير طويلة، وستتواصل العملية حتى الساعة 7 من مساء هذا اليوم، حيث ستغلق أبواب مكاتب الاقتراع وتستمر عملية التصويت إلى أن يصوت آخر مواطن في المقاطعة لتبدأ بعد ذلك عملية الفرض. تتنافس في الشوط الثاني على مستوى مقاطعة الطويل لائحتان على المقعد النيابي لهذه المقاطعة، وتجري العملية على قدم وساق بانسيابية حسب ما أفادنا المقترعون وممثلو الأحزاب السياسية ممن التقينا. سنحاور الآن رئيس هذا المكتب ليحدثنا عن سير هذه العملية. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد الرئيس، كيف انطلقت عمليات الاقتراع اليوم، وكيف تقيمون سير عملية الاقتراع حتى الآن؟ انطلقت عملية الاقتراع في وقته المحدد الساعة 7 صباحا، وكانت في ظروف جيدة، كان الإقبال مستوى رفيع وفي مستوى عالي من الانضباط، تسير الحمد لله العملية بشفافية تامة، وكان ذلك هو انطباع الجميع بشهادة من الممثلين الموجودين معنا وبالطيف السياسي بجميع أصنافه. الحمد لله الأمور تجري بخير، المعدات اللازمة كلها متوفرة الحمد لله. شكرا جزيلا. إذن سننتقل إلى مكتب آخر لنطلعكم على عمليات التصويت الجارية التي ينتظر أن تنتهي أسرع من المتوقع، لأن المتنافسان هما حزبان فقط والصندوق كما تشاهدون صندوق واحد، لذلك ستكون العملية أسرع من الماضية، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل في المكاتب الأخرى. معي أحد الشباب وهو خارج الآن من مكتب تصويت، ليتعرفنا على رأسك وتقولنا شماسي عندك هذه العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الاسم الكريم محمد سيد مصطفى ولير سيدي. الزرق الحمد لله عمره طيب الحمد لله على مستوى المقاطعة كاملة اللي شفناه الحمد لله، ولأننا مشقلين شيء إن شاء الله، وبالنسبة للسيني عملهم جيد بارك الله إن شاء الله،
ما عرفتنا شقرنا شو مزنا الحمد لله على ما كبين الموضوع ونرجو ان شاء الله التوفيق ان شاء الله من الله. ماشي مستوى اقبال المواطنين ما شاء الله ما شاء الله مستوى اقبال المواطنين الله يبارك ان شاء الله هذو احسن من الزرق الماضي لان ذلك سالك من ياسر من الامور اللي الزرق الماضي فيه جميع اللوائح وذلك لشخصين عندك يسوى واحده عندك الله شكرا جزيلا التوفيق.